نروح سريعا طبعا لاخبار الصحف العالميه والمواقع الرياضيه العالميه قالت ايه في المحترف. تعالوا نشوف مع حضرتك. تعالوا مع حضراتكم نروح سريعا لصحف اسبانيا تحديدا ماركا الاسبانيه اللي اهتمت برواتب لاعبي كره القدم وكتبت هؤلاء اللاعبين الاعلى اجرا في اوروبا. ماركا طبعا اكدت في تقريرها ان نيمار هو الاغلى اجرا في العالم بواقع 48,996,000 يورو سنويا، ميسي بواقع 40,500,000 سنويا، جاريث بيل الثالث عالميا بواقع 34,000,000 يورو سنويا، كريستيانو رونالدو في المركز الرابع بواقع 31,560,000 سنويا، جريزمان خامس بواقع 30,000,000 يورو سنويا. تعالوا مع بعض نشوف قائمة أعلى 20 راتب في أوروبا وفقا لماركة الأسبانية مع حضراتكم. زي ما حضراتكم شايفين طبعا كلها أرقام كبيرة جدا، والناس على طول أنا عارف الناس هتبدأ تدور فين محمد صلاح. لفين محمد صلاح من العشرين لاعب، لكن لا يتواجد محمد صلاح في أكثر 20 لاعب على مستوى العالمي حصولا على أجر سنوي. وزي ما حضراتكم شايفين يمكن آخر ثلاثة من البايرن، وزي ما بقول لحضراتكم البايرن كمان مش من الأندية اللي بتدي رواتب بشكل خرافي. دايما بنشوف ان بي اس جي على الصدارة عن طريق نيمار وميسي، وطبعا يليه عندنا ريال مدريد، وبعديه المان يونايتد اتلتيكو مدريد. فعايز اقول لحضراتكم ان ديت برضو علامه استفهام الناس اللي بتتكلم محمد صلاح طالب كتير. لا، لو تحط محمد صلاح من مش بره ال 20 اكتر لاعب او اكثر اللاعبين حصولا على تعاقدات في الاجور، ومحمد صلاح مش متواجد ضمن ال 20 لعيب، وبالتالي من حق محمد صلاح انه يطلب أجره المطلوب، لأنه بالنسبة لي أفضل لعيب في العالم، وسيظل محمد صلاح هو أسطورة مصرية مهما حصل. طيب نروح لصحيفة سبورت الأسبانية، اهتمت بتمديد تعاقد برشلونة مع عثمان ديمبلي، وكتبت تجديد عقد ديمبلي يؤثر على صفقة رافينيا. لسه مع أسبانيا، نروح لإيس الأسبانية اللي ركزت على اهتمام ريال مدريد بالنجم الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام لاعب بروسيا دورتموند، وكتبت بيلينغهام في صيف 2023. كمان اهتمت الصحيفة بمنتخب أسبانيا وكتبت ديفيد دخيا منزعج من لويس إنريكي. سريعا نروح لإيطاليا، صحيفة توت سبورت الإيطالية ركزت على مباراة يوفنتوس وإنتر في الدوري الإيطالي والتنافس الكبير بين الفرقتين، وكتبت ديربي إيطاليا. نسيب إيطاليا ونطلع على إنجلترا، ميرور الإنجليزية ميرور سبورت ركزت على مفاوضات المان سيتي لضم هالاند من بروسيا دورتموند، وكتبت دورتموند ينهزم أمام راتب سيتي المقدم لهالاند. ده كان أخبار الصحافة وعناوين الصحافة العالمية. بعد الفاصل سريعا هنستقبل الناقد الرياضي محسن لملوم عشان نتكلم على كل حاجة أنا قلتها في الانترو، نتكلم على منتخب مصر، وكمان ما ننساش حتى على مستوى البطولة الأفريقية فريقنا فريق النادي الأهلي إن شاء الله يوم الأحد عنده مباراة كبيرة، مباراة مهمة جدا مع الهلال السوداني.